بحضراتكم والبيت الكبير. النهاردة على موعد مع المتعة الكروية الحقيقية بقى. مواجهة بين الأهلي والإسماعيلي، مباراة الكبار، مواجهة ذات طابع خاص. علشان نتكلم عن المباراة وهنتكلم عن كل التفاصيل اللي فيها تخص هذه المباراة وأيضا مباراة الاتحاد كمان، لأن هي خلاص يوم الاثنين فقربت جدا. ضيفنا الكابتن عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق والمدير الفني القدير. أهلا بيك ومشرفنا في البيت الكبير المرة الثانية إن شاء الله. أهلا بيك ومش آخر مرة إن شاء الله. كابتن عادل منورنا على الدور. كابتن هاني الله يخليك، سعيد إن أنا أكون موجود معاك دايما. يعني بتثرينا بآرائك الجريئة، ما تبقاش بس جريء قوي يعني. خلينا نمشي، خلينا على الهادي. لكن مباراه كبيره دايما، مباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي، واحنا لعبنا مباريات وانت لعبت المباريات ديت، بتحس انها مباريات خاصه جدا، بتحس انها مباراه طابع خاص. واحنا كلاعيبه لما كنا بنلعبها بتبقى مبسوط انك رايح تلعب الاسماعيلي او الاسماعيلي جاي يلعبك، لان بيبقى فيها كوره، فيها لعب، بغض النظر عن طبعا الحاله الشد والجذب بين الجماهير، لكن دايما بيكون في حاله. يعني ايه رايك في مباراه بكره؟ بس انا خلينا نرجع للمباراه اللي كنا بنلعبها زمان. كان فرقه الاسماعيلي كانت وما زالت، ولكن عندها ظروف صعبه الايام دي، لكن الاسماعيلي طول عمره فرقه كبيره عندها عدد كبير قوي من اللعيبه المميزين. دايما كان الاسماعيلي بيبقى عنده 14 15 لعيب مميز، ودي كانت رقم كبير بيبقى في الدوري لما طبعا. بيبقى منهم مش اقل من 6 7 بيبقوا بيلعبوا منتخب والمباريات كانت بتبقى جميله ولذيذه وفيها كوره كويسه وفيها نديه. النادي الاسماعيلي في الفتره دي ما كانش بيدافع خالص، ولكن النادي الاسماعيلي في مباراه بكره انا عايز اقول لك انه خارج من ظروف صعبه. النادي الاسماعيلي كان اخر ماتش مصر المقاصه اتغلب فيه، وبعدين كسب ماتش 4 لما حمص والعجوز استلموا المهمة الاثنين، استلموا وكسبوا 4. ويمكن العجوز عمل حاجة كويسة، هو وحمص غير 7 لعيبة من الفرقة اللي لعبت قدام المقص. التشكيلة الأساسية 7 لعيبة، يمكن لو قلت لك أسماء، باهر ما لعبش، محمد هاشم، محمد بيوم، وكسبوا إبسي مصر ساعتها، كسبوا 4-0. وكان هو يعني انت عارف الهزة بتبقى لصالح الفرقة في وقت، يعني الهزه بتاعت مدرب يمشي ومدرب يجي ساعات بتكون صالح الفرقه ساعات ويجي واحد زي العجوز. العجوز راجل لعيب كره ومحبوب جدا من اللعيبه واللعيبه بتثق فيه، وحمص طبعا من الناس اللي هي الكوادر الكبيره. فمباراه بكره ريكاردو لما رجع كمان يعني هيتفرج عليها من المدرجات طبعا، مش هيبقى مسؤول فني، بس ده طبيعي. هو بس قبل ما نستدرج بقى عادل في الكلام، تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي تاريخ طويل قوي ونتائج كبيره جدا، في بعض النتائج بتبقى مفاجاه وفي بعض النتائج بتبقى عاليه وفي تعادلات. معانا تقرير عن طبعا تاريخ مواجهات النادي الاهلي والاسماعيلي، نشوفه مع حضراتكم ونرجع نكمل مع الكابتن عادل عبد الرحمن. دائما ما تتسم مباريات الأهلي والإسماعيلي بالندية والمتعة والإثارة، وغدا تتجه أنظار الساحرة المستديرة لتحدي جديد بين الفريقين، وهو التحدي رقم 117 ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي متصدر المسابقة برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 40 نقطة. المارد الأحمر يدخل مباراة الغد وهو صاحب تفوق كبير في تاريخ مواجهاته أمام الإسماعيلي، حيث تقابل الفريقان من قبل في 116 مباراة نجح خلالها المارد الأحمر في الفوز ب60 لقاء، وتمكن الإسماعيلي من الفوز ب22 مباراة، بينما حسم التعادل نتيجة 34 مواجهة. حافظ الأهلي على شباكه نظيفة أمام الإسماعيلي في 56 لقاء، وسجل 169 هدفا، بينما خرج الدراويش بشباك نظيفة في 24 لقاء، ونجح في هز شباك الأهلي ب94 هدفا. وفي لقاء الدور الأول نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزه السابع على التوالي
ببطولة الدوري العام بعد هزيمته للإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه وليد سليمان بالدقيقة 77 من عمر اللقاء. مواجهة قوية رقم 117، والتقرير بيتعرض كان الكباتن بيتكلموا في المباراة اللي لعبها يمكن كابتن عادل عبد الرحمن. عايز أعرف تاريخك مع الإسماعيلي، أنت لعبت كم مباراة مع الإسماعيلي أو حتى الاتحاد يعني؟ لا يعني كانت أهم يعني المواجهات يعني الإسماعيلي كنا يعني كل سنة المباراة اللي هي كانت بتبقى الأهم لينا بتاعت الإسماعيلية، ودي مباراة كنا واحنا صغيرين يمكن فاكر يعني الأول المباريات لينا اللي هي كانت في 86 87، ورحنا أول مباراة كانت 18 سنة بالظبط، احنا كسبنا 2-0 في المباراة هناك. ويمكن خلي بالك كان بيبقى فيها جماهير، يعني احنا كنا تحت 18 سنة وكان اتوبيس برضو النادي الاهلي، ما كانش بقى اتوبيس مكتوب عليه النادي الاهلي لكن معروف ان الاتوبيس ده بتاع فريق النادي الاهلي تحت 18 سنه، بنخش وبنلاقي جماهير والناس بتبقى بتتفرج، لان الكوره حلوه تلعبوا كوره بقى اجواء حلوه يعني الاجواء كانت والناس يعني بصراحه كانوا بيستقبلونا بشكل كويس يعني حتى الجماهير بتستقبلنا بشكل كويس، بنخش هناك ساعات كنا فاكر عادل كنا بنروح حتى نتغدى هناك لان هم عندهم استراحه في النادي جوه النادي عندهم استراحه، فكنا حتى بنتغدى ونقعد شويه وبنبدا ماتشاتنا يعني. لكن المباراه بقى مع الفريق الاول هي اللي كان بتبقى فيها شد عصبي بنلعب طبيعي. وبعدين كمان مباراه كانت بتبقى مهمه جدا، النادي الاهلي لعب مع الاسماعيلي 3 مباريات فاصله في الدوري على بطوله الدوري، يمكن الاهلي كسب مباراه 2 والاسماعيلي كسب 1، احنا كسبنا 4-3 في اسكندريه وده انا كنت بلعب المباراه دي، وخسرنا في المحله 2-0 وخدوا الدوري الاسماعيلي، وبعدين كسبنا في حرس الحدود جون فلافيو الفاصل، وده مع بالصدفه كان مع ريكاردو اللي هو جيل لسه جاي، ريكاردو من المدربين البرازيليين اللي في الفتره اللي فاتت دي كلها جه نادي الاسماعيلي، جه فترتين، الفتره الاولانيه جه 2008 ولعب ولعب المباراه الفاصله دي 2013 وجي 2014 دوري 2014 وعمل نتائج مش بطاله، ولكن هو في الفتره اللي فاتت ما اشتغلش كتير يعني، ولكن هو بس عارف الاجواء يعني، هو بالنسبه له الموضوع مش غريب، انت عارف لو في مدرب اجنبي مثلا جاي النادي الاسماعيلي بعيد شويه عن الاجواء وما بيعرفش اجواء الاسماعيليه وما بيعرفش اجواء اللعيبه، لكن في اعتقادي دي بتكسر حته شويه ان المدرب خلاص انت عارف بس الاجواء. بس ليه ريكاردو يعني ليه لما بنفكر عن مدير فني اجنبي للاسماعيلي دايما اول اسم يطرح هو ريكاردو ليه؟ لا بصي اقول لك، احنا عندنا زي كذبه كده بنفضل نقولها نضحك احنا بيها على نفسنا نضحك على اللي هم رؤساء الانديه دايما والناس اللي هي المسؤوله عن ان بيجيبوا مدربين، يقول لك لازم يكون عنده خبرات في الدوري، لازم يكون نشتغل في الدوري فعارف الدوري المصري، عارفه يعني ايه؟ عارفه كره واحد يعني انت دلوقتي مدرب ممكن يتابع الفرقه يتفرج عليها كويس لاني انا دلوقتي ريكاردو ما جاش من 6 سنين فرقه الاسماعيلي اتغيرت الدوري كمان اتغير الدوري كمان كله اتغير فيعني ليه يعني ليه قلت العجوز افضل؟ انا دايما متحيز للمدرب المصري. ليه؟ لان المدرب الاجنبي في الفتره دي هيبقى عنده مشكله كبيره قوي، اللي هو هل نادي الاسماعيلي جايبه علشان يعد للسنه اللي جايه، ولا هل نادي الاسماعيلي في الوقت الحالي يعني العجوز ممكن ياخد فرصه وياخد فرصه كويسه لاخر الموسم ويجي المدرب على بدايه ويعمل الموسم. فرق. طب احنا هنرجع تاني عادل لنقطه ان انت ما عندكش بلان، ما عندكش ان انت دلوقتي انت بتمر بموقف صعب، لكن انت عندك لما يكون مجلس اداره عنده موقف صعب، نادي الاسماعيلي في موقف صعب على مستوى الدوري، مش صعب قوي لكن مش في الحته اللي يتمناها جماهير النادي الاسماعيلي. انت لما تجيب مدرب انت وجهه نظرك كاداره انك جاي عشان تاخدنا من الحته دي وتحطنا في حته كويسه، دي واحده، ولا انت جايبنا علشان يبقى هنديك بلان انك الراجل ده تشتغل معانا 3-4 سنين عشان يبقى بدل ما نبقى في وسط الدوري او نطلع الخامس، لا احنا عايزين 2-3 سنين يبقى بننافس ونلعب على المستوى الافريقي. لما الناس بتتعاقد معاك وانت مريت بالتجربه دي يا كابتن عادل، الناس بتتكلم معاك ازاي؟ تعالى وشد حيلك وربنا يكرمك وبس
يعني مفيش هدف قدامك. هو المفترض ان انت المدرب لما بتيجي تتعاقد معاه اول حاجه المدرب بيقول لك اهدافك انت ايه، وانت اللي بتشرح له اهدافك. يعني انت مثلا تقول له انا عايز اعمل الدوري ده، ممكن اطلع الرابع، ممكن العب على انافس على الدوري اللي بعده، فتعمل لي البلان لثلاث سنين سنتين. ولكن احنا هنا في مصر عاده انت بتيجي انقاذ دائما المدرب اللي بيجي انقاذ اللي هو ايه فوست، لما بيجي اخفاق تجيب مدرب وبعدين بعد ما يعدل شويه تمشيه وبعدين تجيب مدرب تاني. حتى لو جبته في وسط السيزون، يعني حتى دلوقتي انت جايب واحد في وسط السيزون، ما انت لازم، ما هو يا جماعه لازم يكون مجلس اداره عنده هدف قريب وهدف بعيد، ده كلام أكيد. ده طبيعي. أكيد. انا بجيب دلوقتي مدرب في وسط، انا جايب ريكاردو، طب انا جايب ريكاردو ده عشان نقعد في الدوري، عشان يبعدنا عن المسابقه، طب السنه الجايه هيبقى الناس. ايه بص انا عايز اقول لك ترضي الناس، معظم الناس اللي بتدير في مصر اول حاجه بتفكر فيها السوشيال ميديا. حتى اللي بيديروا بيديروا ايه، كره القدم اصلا، اول حاجه بتشغلهم التويتر، الفيسبوك. يبقى احنا بنحاسب اللعيبه ليه؟ لا ما هو كده يعني بنحاسب اللعيبه على ايه؟ لا هم بيتشغلوا، ننصح اللعيبه ليه؟ لا هم بيتشغلوا بدي اسهام قوي وبيخافوا جدا. انت فاهمه الانديه الجماهيريه بيعملوا الانديه الجماهيريه، فبيفكروا ازاي، بيفكروا بايه، ان هم يرضوا الناس، فيجيبوا واحد هو جه قبل كده وممكن يكون نجح مره، فاحنا بغض النظر عن ممكن يكون ما اشتغلش بقاله سبع سنين وعندك الافضل. انا مش بتكلم على حال الاسماعيلي، انا بتكلم على الحال بتاع اختيار كيفيه اختيار المدرب. الكابتن هاني قال انت بيتعمل بلان، وانت المفترض انك انت اهدافك وبتشتغل عليها بخطه، يعني لازم على المدى الطويل والمدى القصير. يعني حتى لو اخفقت في مباراه مش معناها ان انا لا يعني مش في مباراه بس يعني انت ممكن تقعدي تصححي اخطاء لمده مثلا دور عشان الدور الثاني تنافسي. ما هو الواقعيه حلوه، يعني مشكله نادي الاسماعيلي، يعني انا من عشاق نادي الاسماعيلي بعد الاهلي طبعا، لكن بحب نادي الاسماعيلي، لكن مشكله نادي الاسماعيلي دائما انه اتعودوا جمهوره على حاجات حلوه. الجمهور الاسماعيلي دايما بتلعب، الاسماعيلي بيلعب كره حلوه، الاسماعيلي رقم كبير في الكره المصريه، فلازم يبقى متواجد. اول ما يبقى في اخفاق للاسماعيلي في اي وقت اللي بيحصل، الجمهور بيقلب على كل الدنيا، وجمهور عاشق للكوره. علشان كده نادي الاسماعيلي رجوعه في الدوري ان شاء الله، في الدوري اللي جاي ممكن ريكاردو بقى يشتغل الفتره دي، عشان الدوري اللي جاي ممكن يبقى منافس، لان الاسماعيلي لما بيبقى منافس في الدوري بيبقى حلو. ايوه منافسه عادي، انا معاك ان نادي الاسماعيلي يعني بتكلم كمان على حته المنافسه دايما. وخلينا نتكلم ان جنرال، في بعض الانديه تقول لك وبعض مجالس الاداره يقول لك انا السنه الجايه عايز انافس على الدوري، او عايز انافس اكون في المربع الذهبي، بدون ما يكون عنده الامكانيات وعنده الاليات وعنده الخطط المطروحه علشان تحقق هذا الهدف. ممكن يكون عندك، يعني بنتكلم عامه، ما بنتكلمش على نادي اسماعيلي انا يعني عامه الفيجن بتاع مجالس الاداره بيبقى على مستوى قصير شويه. فانت انت بتقول انا عايز احقق هدف معين كابتن عادل، وانت كمدير فني بتفكر انا عايز احقق هدف معين. طب انت عشان تحقق الهدف ده لازم بتحط سيناريو، ولازم بتحط خطوات معينه عشان توصل لهدفك. النقطه دي انا حاسس انها ناقصه شويه. لا في مصر ما فيش خالص، مش ناقصه. خلينا نتكلم. بنخلص على طول ليه؟ هقول لك ليه، لانه هدفين بيبقوا مختلفين. هدف رئيس النادي ان هو يرضي الناس ويعمل نتائج عاديه بس علشان يبقى يقعد، وهدف المدرب ان هو يعني ما يعملش ريسك علشان يفضل قاعد اكتر مده ممكنه في الفرقه، عشان شبح التغيير اللي موجود ده بيأرق المدربين. صح. فالمدرب عاوز يبقى في السيف سايد دايما، عاوز يشتغل يعني في المضمون. بلاش يطلع حد للفريق الاول، بلاش يعمل فرقه للسنه الجايه، بلاش يجازف يبني للايام اللي جايه. احنا دلوقتي نكسب بس علشان ما نمشيش، يعني عايش يوم بيومه، يعني يعني بيتكلم انا النهارده لعبت كويس الحمد لله، بكره العب كويس. هات لي، يعني احنا بنتكلم على مستوى منتخبنا كمان، يعني انت لو رجعنا للمنتخب بتاعنا ده كاس افريقيا اتسرق يا راجل.
عاوز ايه مننا تاني؟ اتكسر فكره سرق يعني. عامل زي الونش، فاكر الونش زمان؟ واحد سرق الونش زمان. الونش اللي كان بيعمل مترو الانفاق زمان كان كبير جدا او مرتين اتسرق. فكاس افريقيا، كاس افريقيا اللي الناس كلها عشان تعرف كانت الكره بتدار ازاي. علشان كده اللي انا عاوز اقوله لك ايه؟ اني لو انت عايز تعمل تيم كويس زي مثلا احنا قلنا على فرقه الاسماعيلي ايام الكابتن شحته رحمه الله عليه، اللي خدوا البطوله كان جايبهم كلهم من الارياف وفرق صغيره وبني سويف، فرقه وتليفونات بني سويف، جاب لعيبه كتير من اماكن كتير. لكن اختيار نادي الاسماعيلي دائما كان عنده حته اللي تقدر تقول العين الكويسه اللي تختار اللعيبه دي مفتقده دلوقتي شويه نادي الاسماعيلي. ولكن المباراه بكره اقدر اقول لك طموحات والشكل الجديد، يعني اللي هي الروح اللي تقدر تقول عليها في الوقتيه يعني. طب فنيا بقى، فنيا يعني كلمنا فنيا برضه كابتن عادل، يعني الاسماعيلي بيلعب ازاي؟ النادي الاهلي ممكن بكره، خلي بالك ممكن بكره، هل بايلر ياخد حساب ماتشين؟ يعني يعمل حساب ان انا عندي الاسماعيلي وبعديها ثلاث ايام الاتحاد، فيعمل روتيشن للعيبه معينه. يعني ممكن من دلوقتي محدد انا هبدا ماتش الاسماعيلي بلعيبه وهبدا ماتش الاتحاد بلعيبه ثانيه. هو افتكر يعني من وجهه نظري المتواضعه انه فايلر عنده 6 بونت يحسم بيهم دوري، فممكن يلعب الاسماعيلي والاتحاد بالاساسيين او خلاص ما يعملش روتيشن في الوقت ده، لانه عنده بطوله افريقيا اتاجلت فهتبقى بعد شهر، فيبقى عنده وقت كافي ان هو يعمل اعداد كويس بالمباريات اللي جايه ويريح بقى زي ما هو عايز. ولكن فرقه الاسماعيلي يمكن انا قلت لك قبل الفاصل احنا اتكلمنا على تغيير 7 من التشكيل لادم السلحدار اللي عمله في اخر تشكيل ليهم مع المقصه، يمكن غير العجوز وحمص، غيروا باهر كان بدأوا يعني بدأوا في مباراة مصر ازاي، لعب محمد مجدي كحارس مرمى، لعب بالبدري ولعب محمد عمارة وابراهيم ابو زيد ولعب اسامة ابراهيم وعماد حمدي وعمر الوحش واحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي، ولعب باتنين شولونجو المحترف. فاللي أنا عايز أقول لك إن هو التغيير 7 ده تقدر تقول وغير طريقة اللعب. هم كانوا دايما بيلعبوا 4-4-1-1، دلوقتي بدأ اللعب بيها الماتش اللي فات لعب 4-2-3-1. ما افتكرش إنه يلعب كده قدام النادي، هيرجع ل 4-1-4-1. أنا حاسب كده لأنه تشكيلته نفسها، وهيلعب بآخر ناس اللي كسب بيهم فالمباراه. يعني هيبدا بنفس التشكيل اللي نهى بيه يعني. اكيد يعني، لانه عندك تشكيل خسران خساره كبيره من المقصه، وعندك تشكيل كسبان مكسب كويس، وعندك مدير فني هيتفرج عليهم، فانت هتبقى في حيره. انت ما تقدرش ممكن تجيب حد من اللي هم خسروا، او ممكن تستعين بواحد لو هتغير طريقه اللعب. ممكن افتكر ان هو يستعين بحد ديفندر في وسط الملعب عشان يلعب ب4، لانه كان بيلعب هو باتنين والاطراف الثلاثه اللي هو قدامهم، وقدامهم الراس حربه، فاكيد هينزل بالاثنين اللي تحت. ممكن عبد الرحمن مجدي هيبقى متواجد لانه الوحيد اللي كان متواجد هو ومحمود البدري، والاثنين اللي كانوا متواجدين في المباراتين يعني ومحمد عمر. فانت بتتكلم في انه ممكن الحته الدفاعيه بتاعت نادي الاسماعيلي هتزيد قوي. نادي الاسماعيلي كان واقعي جدا في مباراه مصر، رغم ان ده النادي الاسماعيلي بس بدا جاب الجون الاولاني وبقى يلعب على الهجمه المرتده. قبل كده كان بيلعب كره طويله مش كره الاسماعيلي، علشان كده ما ساعدتش الاسماعيلي مع المدرب اللي مشي ومع ادهم بعديها لما توارث ادهم الامر، كان كره طويله كره طويله. فافتكر ان المباراه هتبقى فيها صعوبه شويه، النادي الاهلي هيتصادم مع فرقه عندها طموح تعمل اداء كويس قدام مدرب جديد. والحاجه الثانيه المهمه انه كمان يؤدي الاداء اللي هو ما بين المقصه وما بين النادي. هل الاهلي ممكن يتاثر بكره بحته الاصابات او الايقافات في صفوفه ولا لا؟ اكيد النادي الاهلي على فكره في حاجه فنيه ويمكن هني يبقى عارفها كويس. النادي الاهلي الفرقه لما بتيجي تلعب مباريات بتبقى عكس فرق كتير بتلعبها. الفرق اللي بتدافع ممكن الفتره بتاعت الوقوف وكم الجري بيبقى قليل. فرقه النادي الاهلي كم الجري بيبقى كبير، لانه النادي الاهلي بيهاجم على طول وممكن يدافع ويهاجم.
فالنادي الاهلي هجومه الكتير واستمراريته في الهجوم بتجهد اللعيبه اكتر. حتى الـ الـ هو كمان الاهلي اتعود في الفترات الاخيره حته الضغط العالي، يمكن على فترات كان النادي الاهلي بيعملها، يمكن بيعملها من اول مباراه انك تضغط ضغط عالي وضغط العالي وصل يعملها 70 دقيقه. يعني 70 دقيقه ده وقت كبير جدا من عمر المباراه انك تعمل ضغط عالي. في الفترات اللي فاتت الضغط قل شويه، لكن بدا ودي النقطه اللي بكلمها فيها عادل، ان ساعات الروتيشن بيبقى كويس قوي. يعني مثلا مباراه حرس الحدود، وليد سليمان نزل في اخر ثلث ساعه، قفشه وارجاييه ظهروا بشكل كويس لانهم ريحوا، كان نايهين المباراه اللي قبليها بشكل مش كويس، عندهم شويه اجهاد. فحتى خلي بالك الساعه ونص او الساعه الاولانيه انك ما تبداش وتنزل، انك بتنزل فريش شويه وان الخصم بيبقى اجهد شويه، فانت بتدور العمليه بشكل افضل. متهيألي هيبقى مهم عمليه الروتيشن خلال الماتشين اللي جايين طبعا. وجود بقى راس حربه، هنلعب 4-2-3-1 ولا هنلعب 4-4-2؟ مروان ما بيبقاش سترايكر صريح، بيبقى تحت شويه، تحت بادجي، وليد سليمان يبدا ولا اجاي يبدا الناحيه الثانيه. فكل دي امور فنيه. انت شايف الخط الهجومي ممكن النادي الاهلي يبداه ازاي؟ يعني انا اللي انا شايفه ان النادي الاهلي في الوقت الحالي بيبدا يجمع الكيلومتر بتاع اللاعبين. اكيد يعني احنا كمدربين، انا شخصيا لو بلعب مباريات وعديت بالمرحله دي كتير قوي، يعني يمكن انا لعبت مصر 10 مباريات في 23 يوم في السعوديه، منهم ابطال اسيا وكنت بسافر والحاجات دي. فكنت بعمل ايه؟ كنت بحسبها كيلومتر. يعني انا ممكن اديك ودقائق في لعيبه احسبها لهم كيلومتر جري قد ايه، لان كان عندنا القدره ان احنا بنقدر نعملها، ومن التلباير طبيعي موجود فكان عندنا القدره اللي انا كنت اقدر اعملها، واعرف ان انا اجريك 80 كيلو في كام مباراه، واجريه واخد منك ده 70 كيلو قد ايه، واخد من ده قد ايه، واخد من ده قد ايه. يعني لما بحسب الفرقه كلها عاوز اجري المباراه دي، بدل ما اجري 120 كيلو للفرقه كلها، لا اجمالي الفرقه طبعا متوسط 10 كيلو للعيب، يعني لا انا اجري اقل، اجري حوالي 80 علشان اقدر اقسمها ما بين اللعيبه، وال80 كمان بقسمها ما بين اللعيبه. فافتكر ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل كده الفتره دي. اكيد دي مدرب احمال بيبقى بيحسبها اللي هو اللي بيوزع الاحمال على اللعيبه، وبالزاي ان هو ممكن تحس انه ممكن اديك 30 دقيقه. يعني حاجه زي وليد سليمان، انا كنت لسه هتكلم عن وليد سليمان ودوره البطولي مع الاهلي في الدوري الممتاز. قول لي كيف سيصنع الفارق غدا؟ انا اتسالت يمكن على وليد سليمان في احدى البرامج لما كانوا بيجددوا له احدى، وكان في شخص من الاشخاص كان بيتكلم ازاي النادي الاهلي بيجدد لوليد سليمان بعمره ده، كان بيعترض يعني بيعترض على ساعتها انا قلت كلمه مهمه قوي، قلت وليد سليمان اللي بيعمله في 10 دقايق، انا عارف كنت بتكلم مع مين، انت عارف وليد سليمان 10 دقايق ممكن في لعيبه بتلعب 100 دقيقه و90 دقيقه وما بيعملوش حاجه بالوقت الضايع. طبعا ينزل هو جون يجي في ثانيه. وليد سليمان يستاهل. يعني انا راجل مدرب، لما يجي كابتن هاني راجل مدرب كبير برضو، لما يجي واحد يخلصك، لما يجي واحد زي وليد سليمان حاجه مهمه قوي. اتكلم على الانتاج، ان ممكن جدا في لعيبه تشتغل كتير قوي بس الانتاج بتاعها قليل. وليد سليمان ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده، لكن انتاجه في وقت قصير، ينزل 20 دقيقه حتى لو ما جابش جون بيعمل فرق، تأثير ايجابي. وعارفه انتاجه في ايه كمان؟ في روحه وفي التزامه. اهو ده نجم. يعني انا يعني احيانا لما في ناس بتقابلني وتقول لي احنا زعلانين من لعيب مشي ولا لعيب مشي، اقول لهم ليه انتوا بتبصوا على اللي مشي؟ طب ما تبصوا على اللي عندنا النماذج الجيده. ليه بتبصوا؟ يعني وليد سليمان ده نموذج جيد، نموذج انا اقول للعيبتي قدوه، اتفرجوا على وليد سليمان. علشان كده وليد سليمان من الناس المهمين، ده اللي بيعمل لك الموجه الثانيه لاي مدرب. المدرب الشاطر اللي يعمل موجه واثنين وثلاثه هجوميه، عشان لو فشلت الاولى تنجح الثانيه، لو فشلت الثانيه. لكن وليد سليمان ما شاء الله موجه ناجحه على طول، على طول الخط. يعني ممكن ما ينزلش كمان وليد سليمان يجيب جون مره
ولا مرتين. لا وارد، مش لازم كل ما ينزل يجيب جون، لكن روحه في الملعب دي حاجه، الاسبيريت اللي بيديها للعيبه ده شيء مهم جدا. التحرك بتاعه، التحرك بتاعه وجوده في ال 18. لا وبعدين كمان اللود على الفرقه الثانيه، يعني انا دلوقتي لما وليد نازل لي اخر 10 دقائق ربع ساعه او اخر تلت ساعه، انا كمدرب واقف بره خصم للنادي الاهلي اول حاجه بعملها ايه؟ ممكن اغير طريقه لعبي علشان امسك وليد. يعني انا في اللحظه دي عايز اعمل على لاعب زي وليد عايز اعمل دفاع، يعني دفاع مثلا من ال 30 يارده الاخيره. فلما يجي وليد ممكن انزل معاه واحد وانزل معاه الثاني علشان واحد يبقى معاه واحد يعمل سبورت زي الجون اللي جابه الاخير. هي خطوه، هي خبره، هي لفه هي لفه وخبره والحاجات دي كلها. افتكر ان النادي الاهلي يلعب بنفس طريقته. وانا فايلر حاسس انه طول الوقت، انت عارف السويسريين دايما مظبوطين في الموضوع اللي هو ايه، يعني يحبوا التجربه لما بتنجح يكررها. انت شايف انه طريقه اللعب حتى ما بتتغير. احيانا كان بيبقى عنده لعيبه مصابه وبيلعب بلعيب في مكان اخر بس بنفس الطريقه نفس الشكل. لما ودى ديانج لعيبه ناحيه اليمين دي كان فيها لخبطه شويه، ان ديانج طلع ناحيه اليمين. انا وجهه نظره بس كده. طبيعي احنا بنتكلم على الكويس والوحش، لكن انا بتكلم ان هو انا شفت وجهه نظري الشخصيه ان ديانج سته يقف سته وما يبقاش على اليمين او على الشمال، ممكن يبقى على اليمين شويه حمدي فتحي عمرو السوليه، لكن ديانج لما خرج ناحيه اليمين ما اداش بشكل كويس. لكن الاحسن بقى ان هو بيصلح، ما انت ممكن تعمل حاجه وما ما هو اللي انا عاوز اقوله لك، هو لما بدا يفكر انه ما يغيرش طريقه لعبه، ده الخطوه الاولى ليه. هو ما بيحبش يغير طريقه لعبه، واي مدرب كده في فترات كتيره قوي. ما في فرق ما بين السيستم وطريقه اللعب. السيستم العادي اللي انت بتتكلم على التشكيله الواقفه، لكن انت اثناء اللعب ما فيش فرقه بتلعب بتشكيل واحد، ناحيه هجوميه وناحيه دفاعيه، بيكون شكل مختلف وانت بتهاجم وشكل وانت بتدافع. وكمان انت عارف كمان ان الكره خلاص اختلفت، لا مركزيه في الكره. انا ما يهمنيش الاسم اللي متواجد في المكان، لازم الشخص بس موجود. اي حد يعني انا يعني في زي ليفربول مثلا لما بيجي يلعب ما فيش حاجه اسمها مركزيه في الحته الاماميه. احنا بنشوف صلاح راس حربه، بنشوف ساديو ماني ساعات ناحيه صلاح، ساعات ناحيه الثانيه فيرمينيو، ساعات بيلعب تحت صلاح. يعني هي الكره الشامله كده. هي دلوقتي اصل انت كمان وكمان في حاجه مهمه سهام، الكره بتتلعب في 20 متر لكل فرد. ما فيش حاجه دلوقتي في الكره اسمها واحد بيلعب في 30 50 60 متر، خلاص هي بتبقى 20 متر 20 متر منطقة نفوذ اللي بيقدر يشتغل فيها كويس، ما عدا مكان ولا اتنين اللي فيها السرعات وفيها الخطوات الأزيد. لكن بتكلم على إن إزاي أنت كلاعب تتصل بالمكان التاني والمكان التاني يتصل. النادي الأهلي بيبدأ، فهاني لما اتكلم وقال إنه في ضغط عالي من فوق، كان بالضغط العالي مين اللي بيعمله؟ اللي هو مفنش اللعبة، لأنه ما ينفعش يبقى ضغط عالي وانا اكون بلعب ديفندر ورايح اكمل، او بلعب مثلا هاف رايت او اي مكان ورايح اكمل في الكوره وارجع المهاجم هو اللي يضغط. لا، الكره لما تتقطع انا اللي بضغط الاقرب للكره المقطوعه. يعني عكسكم تماما يا كابتن عادل، عكس الكره الهجوميه اللي كنتوا بتلعبوها سواء احنا في الاهلي او في الاسماعيلي. الكره هجوميه يعني ما ده دلوقتي ما مش بيحصل يعني بشكل كبير، ما بيحصلش على يعني على مستوى فرقه الاسماعيلي يعني تحديدا. وفريق الاسماعيلي بيلعب، خلي بالك يعني انت بنتكلم، هو النادي الاسماعيلي عامه كورته بتبقى حلو، الناس بتحب تلعب كره هجوميه. لكن على اللعب مفتوح ولعب ودي بيبقى طعم اللعب وصفات الاسماعيلي عكس الاتحاد. انت بتدافع طول الوقت يعني مدرستين يعني مختلفتين. لا والحاجه الثانيه اللي الاتحاد بيعتمد على شخصيه مدربه كابتن يعني طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف بيحب ان هو فرقته تبقى قويه، بتلتزم الدفاع كويس، بيقف كويس. نادي الاسماعيلي طول عمره بيشتغل على انه قدرات اللاعبين الهجمه، هجمه من هنا وهجمه وقدراتهم يعني بس لما اجي قدرات اللعيبه بتاعتي تقل، ايه اللي يحصل؟ لازم تلعب على قد قدراتك، تبقى واقعي. اللي عمله العجوز وحمص في المباراة اللي فاتت بيلعب اف بي سي مصر، يعني فرقة أقل من الإسماعيلي مع احترامي ليها وطبيعي،
بيدافع بعد ما جاب الجون الاولاني، بيدافع وبيلعب على المرتده. ما ينفعش اخبط دماغي في الحيط وانا فرقتي اقل في الوقت ده، يبقى انا اقدر الحته اللي انا اكسب منها واشتغل بيها. احيانا انت يا كابتن هاني ممكن تكون ماسك فرقه وبتلعب بطريقه، يعني انا مثلا مسكت الاتحاد السعودي فرقه كبيره وكان معايا مونتاري ومعايا مختار فلاته ومعايا فهد المولد ومعايا اللعيبه دي، كنت بلعب 4-2-3-1. الدور الثاني مسكت فرقه الباطن، فرقه لسه طالعه، لعبت بخمسه والكوره كانت بتهيألي الناس كانوا بيضحكوا عليا، لكن اقدر اعمل ايه؟ لا انت على حسب امكانيات اللعيبه اللي عندك، انت خلي بالك برضو ده هنرجع تاني لطريقه اللعب، طريقه اللعب والمدرب، يعني في فرق بين طريقه اللعب ان انا بلعب 4-2-3-1 دايما، لكن انا ممكن جدا المدرب بيحدد طريقه لعب على حسب امكانيات الناس اللي عندك. ايوه هنا بقى السؤال يا كابتن هاني اللي دايما الناس تتكلم فيه، مين اللي بيعمل طريقه اللعب؟ هل المدرب ولا اللاعبين؟ لا كده بالطريقه دي اللاعبين. اللاعبين امكانيات اللاعب، امكانيات اللاعب. يعني انا ما ينفعش زي مانويل جوزيه او حاجه تانية يا كابتن عادل، ان انا ممكن جدا انا جاي العب 4-2-3-1 من بدايه السيزون، ابدا انا بشتري بقى. ببدا اختار المجموعه العناصر اللي اقدر العب بيها الخطه دي. لكن لو دخلت يعني يورجن كلوب عمل كده، يورجن كلوب عمل كده، لو دخلت على فرقه، ما انت المشكلة في ايه؟ المشكلة ان انت دايما بتدخل على فرقة، فلما تدخل على فرقة هتعمل ايه؟ هتلعب عندك امكانيات على امكانيات الفرقة بتاعتك. مزبوط. علشان كده لما مزبوط. بنيجي نتكلم احنا ونقول مثلا النادي الاهلي، مين اللي بيحدد؟ لان امكانيات لعيبتك عالية طول العمر، فبيجي المدرب بيلعب بالطريقة اللي هو عايزها، زي ما فايزا غير لنا لو فاكر. أنا فاكر طبعا. أول طريقة لعب لعبنا بيها 3-5-2. صحيح. أول هو اللي دخلها مصر، ودخلها مصر من غير ما احنا بدأنا فترة الإعداد في ألمانيا فاكر؟ مظبوط. ولعبناها على طول. جه ألان هاريس، يمكن أنت كنت مشيت. كنت مشيت. جه ألان هاريس ولعبنا 4-4-2. وبرده كانت لسه جديدة، فكان هو اللي عايزه بيلعبه لأن إمكانيات لعيب النادي الأهلي كويس، لكن لو رحت على إمكانيات فرقة أقل فانت بتدور على الطريقه المناسبه ليهم في عدة طرق كتيره قوي. وبعدين كمان الامكانيات وعناصر اللعبه اتغيرت، يعني عايز اقول لك ان دلوقتي، كان زمان احنا لما نيجي نختار لعيب ونبقى قاعدين كده يقول لك ده لعيب كويس حريف، لا دلوقتي لا مفيش دلوقتي سريع ولا مش سريع او قوي، بس هو يعني السرعه دلوقتي طبعا. يعني لو اتكلمنا على صلاح، محمد صلاح سرعته مدياله ميزه كبيره طبعا. بقى من افضل لاعبي العالم طبعا. صلاح يمكن الثالث ولا حاجه او الثاني، وانا في رايي ان هو في الوقت الحالي الثاني محمد صلاح، ويمكن هو لا السرعات بتفرق جدا، وعنصر طبعا. عنصر الفكره ما بين العنصر ازاي تفوق يتوفق ما بين السرعه والقوه، يعني في ناس بتبقى القوه هيبقى قوه يعني لا في ناس بتبقى عندها قوه بس ما عندهاش السرعه. أيوة. الحته دي برضو بتتظبط. خلينا نتكلم بس وطبعا يعني عشان عندنا تقرير صحيح ان احنا فارقين، احنا في المركز الاول والاسماعيلي في المركز العاشر. بس مباراه بكره الخطوه اللي قبل الاخيره لو فينا نقول لحسم لقب الدوري باذن الله، البطوله رقم 42. خلينا نشوف التقرير ده عن الاهلي والاسماعيلي بكره ان شاء الله، ونرجع والبيت الكبير. مباراة الأهلي والإسماعيلي مواجهة ذات طابع خاص، تعد ديربي ما بين الشياطين الحمر والدراويش بمسابقة الدوري الممتاز. شهدت مواجهات الفريقين كثيرا من الأفراح والانكسارات والإخفاقات، ولكن في مجملها كان النادي الأهلي صاحب الأفضلية. وفي مباراة الغد سيرفع أبناء التتش شعار لا بديل عن الفوز من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق اللقب المحبب لدى جماهيره العريضة، ليواصل الفريق انتصاراته بعد الفوز الأخير الذي حققه على حرس الحدود بهدفين دون رد بالدوري، ليحلق منفردا بقمة المسابقة برصيد 68 نقطة حصدها من 25 مباراة بالفوز في 22 جولة
مقابل تعادلين وخسارة واحدة، وسجل لاعبوه 60 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف لتفصله فقط 8 نقاط قبل مباراة الغد أمام الإسماعيلي من أجل حسم لقب الدوري المفضل له. استلم مروان، استلم مروان، سدد الهدف الغالي يا مروان، مروان بيسجل، مروان بيسجل. وكان قد اختتم النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر اليوم استعداداته لمواجهة الدراويش، ويغيب عن تشكيلة الأهلي غدا محمود متولي للإصابة وحسين الشحات وسعد سمير ومحمد محمود للتأهيل وصالح جمعة للرؤية الفنية للجهاز الفني. ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي والإسماعيلي غدا الظهور الأول للاعب القلعة الحمراء محمود عبد المنعم كهرباء بعدما بات جاهزا للمشاركة مع الفريق، حيث شارك في تدريبات الفريق الماضية وأصبح لائقا من الناحية الفنية، بالإضافة إلى الجانب البدني الذي تفوق فيه اللاعب مؤخرا من خلال مشاركته المنتظمة في التدريبات وانتهاء إيقافه من قبل اتحاد الكرة لعشر مباريات بالدوري بسبب أحداث مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك بالإمارات. وينتظر ريني فايلر المدير الفني للأهلي حسم اللقب بفارغ الصبر حتى يعيد ترتيب أوراقه في باقي مباريات الدوري والتي ستعتبر بالنسبة له تجريبية قبل مواجهتي الوداد المغربي بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. اهلا بحضراتكم مره تانية. كابتن عادل، يمكن كهربا دخل القائمه لاول مره بعد طبعا انتهاء ايقافه، تفتكر ممكن يعتمد عليه ولو جزء في مباراه بكره، ولا بيفضل ان لا يعني كهربا يخش بالتدريج سنه سنه في خلال المباريات، وخاصه يعني ان شاء الله يكون عندنا وقت ان احنا كهربا يخش بالتدريج، عندنا يعني فترة طويلة لغاية إن شاء الله المباراة قبل النهائي أمام الوداد. يعني أفتكر إن أنا أتمنى إنه يستعجل على كهربا دايما، يعني يستعجل على الاستعجال الإيجابي اللي هو يديله في البداية ربع ساعة وثلث ساعة، وبعدين يديله المباراة اللي بعديها برضو مدة أزيد شوية، يفضل يديله حوالي على خلال خمس مباريات ست ممكن مباريات. بكرة يشارك؟ آه ليه لا، يعني ممكن بكره ياخد جزء الاسماء. قائمه الاهلي مباراه بكره مشاركه، هو موجود في بكره موجود القائمة. هو موجود في القائمه، ولكن اقدر اقول لك انه اتمنى انه يشارك، اصل دي فرصه جيده جدا، مباراه الاسماعيلي فرصه جيده بيبقى فيها مساحات، وبعدين انت عندك عدد كبير من التغييرات دلوقتي، دي واحد اتنين، كمان عندك الحته بتاعت ممكن يقعد وما يعني ما ينزلش لو لقيت الموضوع متعصب، ان هو تجربة تبقى صعبة، لكن على حسب يعني ظروف المباراة نفسها، ظروف المباراة، بس افتكر ان فرصة كبيرة قوي ان كهربا انك تجيب اللعيبة في الوقت ده. ما هو النتائج الحمد لله النتائج مرضية رقم واحد، رغم ان ما فيش في النادي الاهلي حاجة اسمها مرضية، احنا كنا بنبقى حاسمين دوري وبنبقى خلاص خدنا الدوري بنلعب مباريات تحصيل حاصل ونتعادل، بس يقول لك شمس الاهلي غابت على طول، بس لا بس احنا خلينا بقى نبقى واقعيين دلوقتي، ده شهر الواقعيه بتاع بطوله افريقيا، احنا يهمنا بطوله افريقيا دلوقتي. هو يا كابتن من الناحيه الفنيه او البدنيه جاهز انه يشارك بكره، يشارك على مده قليله يعني. يعني بص يا سام، انا مش عاوز اديله 90 دقيقه، بس انا ممكن اديله ربع ساعه، واحيانا بديله تعليمات كمدرب، اديله تعليمات ان هو ينزل يجهز نفسه، يعني ما يحطش نفسه في مواقف صعبه، يلعب السهل الأول، يلعب السهل والحاجات دي كلها عشان تساعده، لأن أنت محتاجة خبرات كهربا في مباراة أفريقيا. طب يعني أنا شايف أنه كهربا، والكلام ده أنا حاسه، كهربا هيبقى ليه وضع كبير قوي في بطولة أفريقيا، يعني مباراة المباراة متفائل بيه. أنا متفائل بيه لأنه عنده، وحسين احنا برضو وحسين برضو ما تدخل، حسين شويه لسه ما تعافاش بشكل كويس لكن في الطريق، وانا بربط حسين بكهربا ليه، لان انت بتعتمد بشكل كبير جدا على الاجنحه. النادي الاهلي بيعتمد بشكل كبير
يمكن لو مثلا قفشه دخل شويه، عمرو السوليه من النص شويه، لكن الاجنحه عندنا لما بيكون علي معلول ويكون عندنا الناحيه الثانيه فتحي او هاني مع اجاييه مع وليد سليمان مع حسين الشحات مع وجود كهربا مع وجود اجاييه، فالاطراف دي بتلعب دور مهم جدا، وخاصه انت داخل على مباراه قويه، خلينا نتكلم في 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 ليفل مختلف في البطوله الافريقيه. فعودة كمان حسين الشحات انت شايفها هتبقى مهمه أكيد. ولا حسين ياخد يعني لا يعني انا دلوقتي عايز الخبرات حاجه الخبرات طبعا، عشان انا في الفتره الحاليه كل تفكيري بيتصب على حاجتين، ان انا احسم الدوري كنادي اهلي، وان انا اخد بطوله افريقيا، ودي مهمه بالنسبه لي. فاحنا بيبقى في هدفين، في هدف قريب اللي هو المباراتين عشان تخلص وخلاص حسم، عشان تشتغل على المباريات الباقيه كلها هتعتبرها مباريات وديه انك انت تقدر تحضر فيها فرقتك. مباراه افريقيا محتاجه واحد زي كهربا عنده فكر. حاجه تانية لو لاحظتها، يعني علي معلول افضل مبارياته لما بيبقى قدامه واحد متحرك زي كهربا او اجاي اللي هم اللعيبه الكويسه اللي بتعرف تعمل محطة وتدخل لجوه عشان هو بيطلع، عنده إصرار لحد آخر دقيقة في المباراة. كمان انت احنا في الأهلي دايما نقول بنلعب على اللحظات الأخيرة، ده حقيقي أكيد. لكن أنا بتكلم في الحتة الفنية بتاعت علي معلول المهم، السلاح المهم اللي هيتمسك. انت عارف المشكلة كانت حصل لما جيراردو بيلعب قدام علي، بيقفل عليه، بيلعب على الخط على طول، يعني هو اشول فما بيخشش على جوه، ما بيقدرش يخش على جوه، فدايما بيبقى قافل على علي معلول شويه. اجاييه عنده الحته دي انه بيخش بيطلع علي من قدام، كورته ثابته شويه، ممكن يقف عليها شويه يقف عليها، وعلي معلول يطلع كويس. ولكن المهم بقى في الامر اللي جاي، انك انت اهدافك بتاعت المباراه الاولانيه غير المباراه الثانيه. المباراه الاولانيه انت هتلعب في افريقيا في الوداد، هناك الوداد الاول هتلعب الوداد، وبعدين هترجع تلعب مباراه هنا تاني، وبعدين الفاينل ان شاء الله تلعب مباراه واحده، لان هو بقت كده. فانت المهم انك انت تعدي المباراتين بفكر. العالم كله بعد كورونا خلي بالنا، يمكن احنا بس جمهور النادي الاهلي بيبقى طول عمره كده، يعني عاوز فرقته تبقى احسن حاجه ممكن، رقم واحد ورقم واحد، لا هيفضل كده وهيفضل كده، لا ورقم واحد ايه كمان، تعودنا على كده، ولا ورقم واحد مش مكسب بس، لا رقم واحد لعب ومكسب وشكل ورجولة ولازم الفرقه اللي قدامك تموتيها خالص، لازم تكسبيها كتير قوي. ولكن احنا لو رجعنا الايام دي، احنا محتاجين نبقى تجاريين شويه في حته التحضير لبطوله افريقيا، لاني رايي انه خلاص بطوله الدوري بالنسبه لنا ما بقتش الفرحه الكبيره، يعني خلاص، لا ولا بقت تقلقك كمان، خلاص انت دلوقتي يعني هو ده مش غرور والناس هتزعل مننا، لا ده حقيقه مش غرور، يعني انا دلوقتي خمس يعني انا مستغرب ازاي في حد ممكن يتكلم على النادي الاهلي في الفتره دي. يعني خمس سنين النادي الاهلي بيحسم الدوري، والسنه دي بالذات النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يحسم الدوري قبليها بسبع اسابيع او ست اسابيع، يعني ست اسابيع في كره القدم 18 بوم. انا بقوله والنادي الاهلي ان شاء الله ممكن يحسم سبعه كمان، لو حسم سبع اسابيع او ست اسابيع ما افتكرش ان ممكن فرقه تقدر تتكلم في منافسه، صح. اي احسن حد دفاع واحسن هجوم لا كمان. وما فيش منافسه خلاص يعني فحته الدوري بالنسبه لنا هو مش غرور، يعني خلاص بقت فحتة علي وكهربا انت شايف ان هما بينهم انسجام اكتر، يعني بيتهيالي كهربا عنده الخبرات انه يساعد علي ان هو يبقى حاجه كويسه، وحاجه تانية وكهربا في لحظه بيبقى راس حربه تاني، دي مهمه جدا، يمكن الوحيد اللي ممكن يعمل وهداف، وكان بيلعبها ده لعيبه ساعات في المنتخب راس حربه لوحده كمان، بيلعب راس حربه، هو اصلا كهربا راس يعني حربه، يعني من هو صغير بيلعب راس حربه، هو طلع على الطرف شويه، لكن انا شايف ان امكانياته الفنيه بتظهر اكتر شويه وهو جناح شماله بيخش على جوه، دي حقيقه، ممكن جدا كراس حربه شادو سترايكر، شادو سترايكر يطلع من تحت راس الحربه. لا والحاجه المهمه انه بيبقى فري وحر، ده اللي انا بقوله لك، يعني النادي الاهلي بدا يبقى عنده الحته دي، يعني اللي هو ممكن انت تبقى في وقت من الاوقات، ولما وليد سليمان بينزل الحته الاماميه
بتحس ان لا مركزيه في الحته الاماميه لان عشان هو عنده خبرات عاليه. الناس دايما تقول لك ايه ده في لعيب محظوظ ولعيب لو مش محظوظ هو بيتحرك كويس هو بيفكر كويس. الناس لازم تستوعب ان الخبرات دي كبيره قوي. الخبرات دي غاليه قوي. يعني انا شخصيا مثلا لقيت ناس زعلانه ان في مثلا رمضان مشي في الوقت ده رمضان صبحي. طيب قبل ما تتكلم شوف 44 يعني 440 دقيقه اتلعبوا من رمضان في فتره كبيره. وليد سليمان لعب اقل انتاجه اعلى 100% يعني مع فرق السن كمان ومع فرق السن وغير فرق السن كمان مع فرق ال 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 ما في خبرات طبعا مختلفه لكن القلب هو ده. تفضل وليد يكون صانع العاب ولا جناح؟ شوفي انا بفضل انه يلعب فري في الحته الاماميه لانه هو بينزل وليد موجه تانية. يعني وليد الله يكون في عونه احيانا بينزل عنده شد مشدود لانه عاوز يكسبك وبعدين خلاص بقى من هو حاسس ان الموضوع كله بقى على دماغه لما بينزل لازم يغير مسؤول. نتيجه اللعب ولازم يعمل اداء كويس ولازم يبقى لكن وليد سليمان افتكر ان هو ما يبقاش صانع العاب لانه هو عنده الفينيشنج كويس يبقى هو اللي يبقى يخلص اللعب زي ما خلص في حرس الحدود وخلص في مباريات كتير قوي. افتكر ان هو يبقى سترايكر افضل. طيب هداف يعني. احنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين والبيت كبير. رجعنا مع حضراتكم. عادل كنا بنتفرج على اهداف للنادي الاهلي اهداف مختلفه وشفنا ان في تنويع شويه في الاهداف او تنويع في اللعيبه اللي بيجيب الجوال. على سبيل المثال مثلا في مباراه سجل علي معلول ومحمد هاني في حمدي فتحي في عمرو السوليه في مروان في وليد سليمان في يعني ما فيش بقى دلوقتي الاهلي ما بيعتمدش ان عندي واحد هداف هو ده راس حرب او ايا كان. لا ده اعتقد ميزه في النادي الاهلي اكيد طبعا والقادمين من الخلف هو بيعتمد عليهم. فايلر دايما يمكن اجوانه كلها كانت بتيجي من الناس بتوع نص الملعب والتنوع بيجي حتى من المدافعين والناس اللي جايه من بره. عشان كده فاكر لما كان بيلعب اجير راس حربه علشان الثبات حته الثبات عشان الناس اللي تيجي من تحت دايما يسندوا عليه. ولكن التنويع برضو في الاهداف بتديك فرص كتيره قوي جوه الملعب. احنا عارفين انه لما بتكون عندك النسبه من 10 لو قلنا من 10 نسبه التهديف بتبقى عندك 4.5 او 5 دي بتبقى هايله جدا. النادي الاهلي عنده نسبه التهديف حوالي 4.5 5 في لعيبه كتيره قوي. لو حسبناهم ال 10 تلاقي في مثلا علي معلول مدافع بس بنقطه المهاجم يقدر يجيب جون ويقدر صحيح. يعني دلوقتي عمرو السوليه يعني ربنا يرجعه بالسلامه لكن حمدي فتحي دلوقتي وحمدي فتحي في الكور الثابته بيعرف التايمنج بتاعه كويس بيطلع بدماغه كويس. السوليه كان بيشوط كويس ودماغه كلها على الجون. ديانج برده كان بيطلع وبدا مظبوط. وحاجه ثانيه مهمه كمان انه اللي مش مكانك انت ممكن تروح في المكان ده زي علي معلول. يعني فاكر جون الزمالك اللي جابه علي معلول الكره الفاول اللي اتلعب ورجع وعلي معلول اللي هو كان الباك ليفت اللي راح وكمل وعمل وظيفه المهاجم. طيب. فجميل جدا ان يكون عندك فرص تهديف كتيره فدي قوه النادي الاهلي في الوقت ده ولازم هو ده اللي هيحصل لانه النادي الاهلي بيلعب الفرق كلها بتعمل تكتل فاللي بيعمل تكتل الناس اللي قدام بيبقوا ممسوكين كويس قوي فلازم يفتحوا للناس اللي جايه من بره. بالظبط. عشان كده فرص اللعيبه الهدافه اللي بتلعب في وسط الملعب في النادي الاهلي وفي الانديه الكبيره اللي بتلعب الفرق اللي بتعمل زون ديفنس عليها بتبقى فرصتهم في الاجوان بتبقى اكتر من المهاجمين. صحيح. بما اننا بنتكلم عن الدوري فاحنا لازم نتكلم عن الحكام. والحقيقه النهارده بعد ما دخلت تقنيه الفيديو او تقنيه الفار اكيد الاخطاء التحكيميه مش عايزين نقول يعني ان هي ممكن نقول الاخطاء التحكيميه قلت شويه اكيد. شايفها ازاي؟ شايف التجربه دي ازاي مع الدوري مع عوده الدوري واستئنافه؟ شوفي انا 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 شايفها ان هي تجربه جيده جدا وفي العالم كله بتبقى بنفس المقاييس بتاعه مصر. لكن خلي بالك احنا عندنا تنمر على موضوع الـ الفار يعني دايما
اول حاجه يعني مثلا في اجوان اتحسبت مع الناس شايفه في خبراء قالوا يعني زي الجون بتاع اللي جه في النادي الاهلي الاوفسايد بتاع وادي دجله الناس عارفه بقى انت تزييف الحقائق الكذب كتير بقت في كذبه يعني مثلا الجون ده الناس عارفه ان هو اوفسايد لكن يقول لك طالما الفار يبقى النادي الاهلي وطالما الاهلي دخل في الفار يبقى الفار بيساعد النادي الاهلي فبيبقى عندك الحروب اللي هي برضو بتبقى على الأندية مشككين بيبقوا مشككين حتى في الأندية الأخرى حتى مثلا النهاردة على سبيل المثال مثلا في يعني إحدى المباريات كان في شبهة أن كان في فار لازم يتعمل اللاعب راح يقول للحكم اعمل الفار مباراة الزمالك وسموحة كان في لقطة كده الحكم عمل إيه الحكم قال له لا المفروض الحكم ما يقولوش لا الحكم يديله انذار مظبوط يديله انذار طب ده بروتوكول يا كابتن عشان بروتوكول ما ده اللي بنتكلم عليه هي كمان سام بتتكلم هل الحكام على يعني فاهمين البروتوكول ده كويس وبيطبقوه لسه ما تعودناش على الحاجات دي بس لازم تدرس يعني لازم تدرس انت طالما بتطبق حاجه ما تعودتش على التقنيه دي لا لا احنا فاهمين ومتعودين طب ما انت النهارده اوفسايد بتاع وادي دجله لما اتبعت للفيفا وقال لك لا الحكم كان صح برضو كانت طلعت الناس المشككه لسه ما عندناش شوفي انا اقول لك حاجه متعودناش اي حاجه هتحصل من القوي ومن البطل هيتقال عليه كده لانه مفيش مواجهه تبقى داخل الملعب خلاص لازم التشكيك يبقى من خارج الملعب الحروب لازم تبقى من خارج الملعب لان جوه داخل الملعب احنا مش قادرين عليك انا مش قادر عليك خلاص يعني انت عمال تاخد دوري وعمال تاخد دوري عمال تاخد دوري عندك لعيبتك بتبقى افضل انت اللي بتكسب انت اللي بتكسب ان انت بتكسب حاجه من الحاجتين لازم اوقفك جوه الملعب مش قادر اوقفك في الملعب هوقفك بره الملعب فاي حاجه هتحصل لك انت يعني النهارده مثلا في ماتش الزمالك وسموحه كان في 7 دقايق النادي الاهلي لو خد 6 دقايق الدنيا بتتقلب يعني هيتعمل قضيه راي عام والله يعني النادي الاهلي اول حاجه لو خد 5 دقايق ايه 5 دقايق طب النادي الاهلي بيجيب جون في ال5 دقايق عشان لازم تاخدوا ال5 دقايق عشان الحكام لازم تديك طب ما في انديه بتاخد 8 دقايق وفي انديه بتاخد 9 دقايق بس هم ما بيعرفوش يجيبوا جون ما بيعرفوش مش مشكلتنا احنا بقى مش مشكلتنا فهي التشكيك فالفار فكره جيده يعني انا شايف انه بتساعد الحكام بس لو الحكم زي انا عجبني الحكم اللي لغى جون وادي دجله ده قانون جاد جريشة حكم جامد حكم كويس لعب مباريات عاليه وعنده لائحه وقانون وقانون كره القدم كده انت في مشكله ان الانديه كمان لازم تثقف لعبتها ولازم تثقف مسؤولينها بمعنى انت لازم يبقى عندك في اي جهاز كوره لازم يبقى عندك حكم قديم تعينه عندك في الجهاز هتعينه عشان قانون اللعبه اللي بيتغير او يجي يشرح قبل السيزون دايما بيبقى في محاضرات كنا بره كده بيجي لو في اي تغيير لو تغيير صغير في قانون اللعبه في حاجه جدت على القانون اللعبه الاتحاد الالماني كان بيبعت للنادي النهارده يقول لنا النادي بعد الغداء في اجتماع علشان في حكام جايه من الاتحاد الالماني بيجي بالبروجيكتور بتاعه وبيجيب لك حالات معينه في الملعب لايف بس ده ما بيحصلش دلوقتي يعني لا بيحصل عندنا انا عملته مع اللعيبه تفهم كابتن هاني انا عملته في النادي الاهلي مع فرقه الشباب فرقه الشباب اتعمل وجبت سمير عثمان برافو عليك صح وجبته ادالهم محاضرتين واتعممت بعديها بتفرق مع اللعيبه كابتن طبعا بتفرق اقول لك حاجه في اوقات المدرب بيبقى واقف بره مش عارف القانون ده بيقول ايه ده في مباراه من المباريات الحارس المرمى جه التعميم او التغيير في القانون ان لو اتحركت هتاخد انذار وهتتعادل لعبه ولو اتحركت تاني تاخد انذار وهتتعادل لعبه في مدربين افتكروا ان الحكم مستقصدهم فاتطردوا من الملعب وده صاحبنا واحد صاحبنا بقول لك عليه يعني كان في مش فاهم اصلا لا القانون ما طلعش مش عارف القانون ما عارفش حته القانون اللي اتغير حتى حته يعني مثلا سمير عثمان لما جانا كابتن سمير عثمان لما جانا انا كنت هدفي اقول للاعيبتي ايه المهم ان يفهمهم ايه يفهمهم
انا ازاي انا كحكم ببقى متضايق منك كلاعب في الملعب؟ بمعنى انك انت لو قابلتني كويس بابتسامه او قابلتني مثلا ما اعترضتش عليا هتلاقيني خفيف عليك شويه. او بالمعنى الاصح يعني الحكم بيحب ايه بالظبط؟ هو مش هيجاملك في حاجه، مش هيجاملك يعني، بس انت طريقه استقبالك للحكم بتفرق طبعاً. مش هيجاملك مثلا انت عملت فاول، لا اصل ده ضحك لي هفوت له الفاول، لا بتبقى يبقى في ديسيبلين ويبقى في التزام جوه الملعب. ونقطه مهمه جدا بنتكلم فيها ان كمان تثقيف اللعيبه ده طبعاً. شيء مهم في القانون. طيب. كمان تعالى نتكلم سريعا على نتائج الدوري النهارده. كان في نتائج اعتقد كان في مفاجآت، خلينا نتكلم يعني. بس اهم مفاجاه فيهم اسوان مش بيراميدز. لا اسوان يعني بيراميدز. انا بيراميدز الموضوع ده انه يخسر النهارده من المصري، ما هو خسر المباراه اللي فاتت وهيخسر اصله 45 نقطة. لا بيراميدز خسر في اوضه اللبس مركز، مع احترامي في ناس بتقول ان هو رايح عشان نادي بطولات، لكن مع احترامي طبعا لنادي بيراميدز لسه شويه ان يبقى في نادي اسمه نادي بطولات لسه شويه على نادي بيراميدز وعلى اي نادي تاني، الموضوع مش سهل يعني. لا في حاجه مهمه، بيراميدز خسر في اوضه اللبس. هو انت فاكر انا قلت ان كل اللعيبه ملايكه يعني؟ انا دلوقتي لما تجيب لي لعيب بارقام مهوله زي دي انا مش عاوز زيه؟ اما في لعيبه افضل، ما في لعيبه كتيره قوي. دي معلومات ولا بحكم طبعا اصل احنا عايشين ورا بعض. يعني دي معلومه عند ولا توقع ولا بحكم النفس البشريه يعني؟ لا انت هي كره القدم كده يعني. الحاجه الوحيده اللي في العالم بره كريستيانو رونالدو لما بيبقى مع اي حد رقمه بيبقى كبير عشان بيجيب دخل من النادي كبير قوي. ايوه يعني كريستيانو رونالدو ممكن يجيب 100 مليون يورو في سنه. لا ده جابها في اقل سنه، لما راح اليوفنتوس في اربع شهور جاب اعلانات للنادي وللسبونسر بتاعهم من بيع بس التيشيرتات بتاعته اكتر من 85 مليون. ده عشان التيشيرتات اتباعت بس. يعني في ناس فاكره لما تيجي توقع نادي تاخد منه لعيب وتاخده باثمان كبيره تمام، ده بيضر فرقته. اصله هنا احنا بنلعب كره قدم، احنا مش بنلعب مثلا ملاكمه في لاعب قدام لاعب جماعية. لكن كره القدم فيها 25 لاعب. ال 25 لاعب انت عندك واحد بثمن ال 25 يبقى ال 25 كومبارس، هتعمل مشكله. لو ما عملتش مشكله في فرقه ايه اللي هيحصل؟ لا تعوض اللاعبين، لا اللاعبين اصلا ما يبقاش عندهم دم في كره القدم. فايه اللي بيحصل؟ بيبقوا لعيبه قليله عندهم ثقه في نفسهم، علشان كده هم ما عندهمش غير على الفرقه بمعنى صح. يعني بيبقى نوع من انواع خلاص انت نفسي يعني بيحس ان هو تمام، انت ما بتدينيش انت يعني. ده بيحصل، احنا مش عايزين نقول الكلام ده اوريدي موجود في بيراميدز، لكن احنا بنتكلم هو سؤال مطروح، هل فعلا تنهاني مباريتين ورا بعض؟ مش مقياس مباراتين، لكن هو السؤال مطروح. لا هقول لك حاجه، لا هقول لك حاجه مهمه قوي. ثلاثه مش اثنين، ثلاثه. هقول لك حاجه مهمه قوي، دايما الفرق اللي احنا بنتكلم عليها فرقه بطولات. الفرقه البطولات اهم ميزه بتميزهم ان هو يقع يقوم. عارف يعني 9 بونت يخليك تلعب على بطوله دوري؟ ده احنا احيانا النادي الاهلي راح منه كام بونت. لا ما انت ما تقارنش عادي. انا بتكلم على البطل عشان انت تبقى بطل. ما هو انت مش بتصرف كل ده عشان ده كابتن هاني. لو جينا موضوع الصرف ده قصه ثانيه. 440 مليون اللي هو القيمه التسويقيه بتاعت الدوري المصري. الصفقه دي ممكن تبقى ب 500 او 400، تدخل ب 400 يعني. هو في حاجه من الحاجتين هي يعني. تقريبا واصله على الارقام، واصله حوالي 200 وشويه، 230 مع لعيب اخر هتبقى كده. لكن انا سيبك من الكلام ده، انا بتكلم على نتائج، بحلل لك نتائج. اول حاجه جت في دماغي في بيراميدز خسر اوضه اللبس. خسرها وهيخسر مش اوضه اللبس بس، كمان هيخسر الايام الجايه لا كله يبقى نادي خارج مصر، بمعنى ارقامه هتبقى خارج مصر خالص، لانه اللعيبه لازم تطلب. ما هو اللعيب هيطلب، ما هو انت دلوقتي انت بتديني يعني ايه ارقامه خارج مصر؟ يعني اللعيبه دلوقتي هيجي يقول لك عوضني انا عقدي. ايوه خلاص، انا دلوقتي مثلا في لعيب بياخد 200 مليون او 40 مليون في السنه، حلو، وانا باخد 3 مليون، وتلاقيني انا بلعب طول المباريات وبأدي احسن منك، ايه اللي هيحصل؟
هل انت اللي هتجيب لي الاجوان؟ طبيعي اقارن. طبعا. لو انت اللي هتجيب لي الاجوان، يعني مثلا لو جبنا 40 جون في الدوري في 10 ماتشات، يبقى انت اللي بتاخد الرقم ده لازم تجيب منهم 30 جون، والعشرة الباقي بيبقى كومبارس. فانت دلوقتي بتتكلم في ايه؟ في انك هتخسر التجانس. هتقول لي طب ما في انديه بيبقى عندها ارقام ومش ارقام، بس مش متفاوته كده، مش متفاوته. وبعدين انت مش ملاك، يعني انا بقول لك ثلاث مباريات خسروا 9 بونت ولسه هيخسروا تاني. ليه هيخسروا تاني؟ لاني فاكر ان هي زرار هندوس على لاعب نقول له ما تزعلش صاحبك، لا 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 اكتر منك. لا القصه دي مش موجوده في الكوره، وبالذات اوضه اللبس. انت لو خسرت اوضه اللبس، وخاصه انت كمان انت بتتكلم على في لعيبه على مستوى دولي بتلعب، في علي طبعاً. لعيب طبعاً. دولي، في عندك عبد الله سعيد، في عندك محمد فاروق من اللعيبه الكويسه، لا ومن اللعيبه العظام. محمد فاروق من افضل لعيب بيلعب على الاطراف. انا شايف انه لعيب مميز جدا. عندك تراوري، يعني في لعيبه إيريك تراوري. يعني عندك المهدي كمان، عندك عمر جابر، فكل دي اسماء طبعاً. يعني افتكر ان هيبقى في مشكله كبيره قوي. يعني الناس فرحانه انه بيراميدز فاز بصفقه من النادي الاهلي. هو ماله النادي الاهلي يا جماعه؟ افهموا، هو رمضان مش بتاع الاهلي، رمضان صبحي مش ابن النادي. يعني هو ابن النادي الاهلي، احنا اللي جايبينه على فكره. ولو كنا عارفين كده ما كناش عملنا كده. كان بدر رجب معايا، كابتن بدر طبعا. كان بدر رجب هو اللي جابه. انا كنت ساعتها بدات امسك الفرق، وبدر رجب. فلو كنا نعرف كده ما كناش جبنا. لكن دي تديك بقى انطباع انك لازم لما نيجي نشتغل في المجال ده. وانا بقول نصيحه اللي بتوع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، احسنوا اختيار اللاعب. ممكن تكون لعيب كويس قوي، بس الكاركتر ده بيظهر بعديها. الكاركتر ما تقدرش واحد صغير تبدا تقول دي شخصيته هتبني. بيبان امتى؟ في الفريق الاول؟ لا الفريق ده بدري. بيبان مع المواقف اللي زي ديت. ما اقدرش تقول ولد عنده 15 سنه ده هيبقى، لا. الكاركتر هو بيعيش في النادي الاهلي، لكن شخصيات مع اختلاف السن بتختلف. شخصية الولد اللي عنده 15 سنة غير 17 غير 18 مع الظروف اللي بيمر بيها. انا لا حاسس. وبعدين حضرتك بتقول من الناس اللي اخترته حضرتك. ليه ما قريتش ليه؟ ما قريتش ليه؟ لا انا كنت بدأت امسك فرق. انا كنت بدأت امسك فرق. انا بالكابتن بدر رجب هو اللي جاب. لكن انا مش بتكلم على كده. انا بتكلم على النوعية يا كابتن هاني. يعني بمعنى ايه؟ هقول لك. انت احيانا في لعيب يرهقك وفي لعيب ما يرهقكش. انا بكلمك في القطاع اللي تحت. فانت بتبدا الايام دي بتتكلم على اللاعب بشكل ناديك. وانا عاوز اقول لك حاجه. انا ما يهمنيش هو الاحتراف. انت بتكلمني على الاحتراف، ما تحترف. اي لعيب يحترف زي ما هو عايز. وبعدين انا نصيحتي بقى للنادي بتاعي، يعني ده بيتي، اللي مش عايزني مش عايزه. ما طبيعي، ما هو اصله لا، دي ما فيهاش خلاف. يعني شوف دي معاديه، دي معاديه. كابتن انت قاعد قصادي، انت ما انت جيت لعبت في النادي الاهلي وانت كنت قليل يا كابتن. مشيت ورحت سويسرا ولعبت محترف، ما حدش قال لك حاجه. ورحت المانيا وبعدين وشرفت مصر ورجعت على النادي الاهلي. النادي الاهلي قال لي احنا مش محتاجينك فنيا، شكرا. خلاص، ما انا فاكر يعني طبعا 2006، لان كنا قادرين وعندنا العيب يعني. لكن ابقى محترف، بس يبقى في حاجه واحده بس اللي انا عايز اقول لك عليها طول الوقت لازم تفكر فيها. لازم تفكر ان في حد ادنى للاعيب النادي الاهلي في الصدق. بس الصدق ده اللي انا عاوزه. يعني اللي هو ايه يا اخي؟ انا راوي، انا ما انا كنت شغال في النادي الاهلي ورحت للكابتن الخطيب قلت له انا عاوز اروح امسك سموح. قلت له كده وانا ماسك في النادي واشتغلنا والحاجات دي. قلت له كابتن لو سمحت انا عايز اروح فرصه. انا طول عمري انا بدرب فرق كبيره. النادي اللي بيتمنى ان كل مدربينه يبقوا موجودين في الدوري. الكابتن قال لي خلي بالك، يعني تجربه. ولكن انا سعيد جدا ان ولد من ولادنا ومدرب من مدربتنا يروح يشتغل في الدوري. يلا اتفضل روح، وحاجات كده ما فيش مشكله. بس انا ما جيتش مثلا انا عاوز اعمل كذا وعاوز اعمل كذا وعاوز اعمل كذا. حتى احنا لما جم واحنا بنلعب، ناس كتير قوي بيقولوا طب ما انتوا سبتوا النادي. احنا ما سبناش النادي. اللي سابنا كان ساعتها النادي قال شكرا، فروحنا نلعب في اي حته. انا ما زعلش منك، وانا مش زعلان اصلا. واللي يزعل في الموضوع ده يبقى غلطان ولا بيبقى عقله صغير. لا احنا ما بنفكرش. انا شخصيا ما بفكرش عشان حاسسها. بص يا سهام،
احنا حاسينها. عملنا كتير وعملنا لعيبه كتير، نقدر نعمل لعيبه كتير، عندنا لعيبه كتير صح. قوي وطول عمرنا بن بن بنعمل لعيبه وهنعمل لعيبه، الموضوع ده ما يشغلناش. ودايما نقوله بنكرر، الاهلي لا واقف على لعيب ولا واقف على لعيب، ما في لعيبه عظام. الكابتن خطيب رئيس النادي طبعا بطل. انا الكابتن طاهر بزيد بطل، الكابتن علاء ميهوب بطل، الكابتن صالح سليم بطل، الكابتن حسن حمدي نفسه بطل، لكن بيظل رمز كابتن رمز يعني. صحيح بيتاثر برموزه الحقيقيين وكل حاجه، بس لا، بس النادي الاهلي يبقى النادي الاهلي برضه. بس في يعني حاجه عندك جمهور عبقري وبيعرف يفرز، خلي بالك دي مهمة قوي، وجمهور ما بينساش، وجمهور بيقدر اللي بيقدره وبيقدر اللي بيحب ناديه. فالجمهور يعني دائما النادي الأهلي قوته في جمهوره، فبيحميه ربنا طبعا ثم جمهوره صح. انت فاهماني، وهيفضل هو الأول بجمهوره، خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا. فمحدش يعرف يضحك عليه، محدش بيعرف يضحك على النادي الأهلي. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أقولها دي رسالة، إن لا ما نبكيش على حاجة أقل مننا. أنا بعتبر كده، أنا بعتبر أي حاجة تبعد عننا بتبقى أقل مننا، مش مننا أصلا، لا أقل مننا. يعني بكرة كام عشان نختم بقى. أتمنى إن إحنا نقرب، يبقى في 3 بونت بس، 3 بونت بس على المكسب الدولي، يعني بكره نكسب ان شاء الله. انا في الوقت الحالي ما بحبش النتائج الكبيره، انا في الوقت الحالي اتمنى ان النتائج تبقى 3 بونت بس. 3 بونت. نشكرك جدا كابتن عادل عبد الرحمن، شرفتنا. وبشكرك يا كابتن هين. شكرا يا كابتن عادل، شرفتنا ونورتنا. دي كانت نهايه حلقتنا في نهايه الاسبوع مع البيت الكبير، ان شاء الله على امل ان احنا نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد من الساعه 10 للساعه 1 في البيت الكبير، وتصبحوا على خير.